مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال هذه المرة بحق عائلتي برش وعلوان في جباليا، حيث دمر ثلاثة منازل تعود لهذه العوائل. الجثامين لا تزال تصل حتى هذه اللحظة، وصل إلى مركز جباليا الطبي حتى اللحظة 30 جثمانا وعدد كبير من المصابين. ويحنن عليك يا رب. كما تشاهدون فإن نقل الإصابات يتم بسيارات مدنية، سيارات الإسعاف الموجودة حاليا هي سيارات قليلة لا تكفي للتعامل مع مثل هذا المعطى الخطير وعدد المصابين الكبير. الجثامين الموجودة جثامين كثيرة وأيضا عدد المصابين كبير. المنطقة وصل الاستهداف تركت خلفها تحت الأنقاض قرابة 100 شخص لا زالوا مفقودين ولا زال مجهولهم مصيرهم مجهولا، وايضا عدد الشهداء الذين وصلوا هنا يعد عددا كبيرا، والمشكله ان العدد من الشهداء والمصابين اخذ بالتزايد. هذه نقطه الاستقبال الوحيده المتاحه، كما تشاهدون فان مساحتها ضيقه لا تتجاوز 30 مترا مربعا، والاصابات التي تصل اصابات خطيره واصابات صعبه، من الصعب التعامل معها. عدد الاسره في قسم الاستقبال هنا هو عدد قليل جدا، والاصابات التي تصل اصابات بالغه التعقيد. مع ذلك يسعى الاطباء للتعامل مع هذه الحاله الصعبه، فلا يوجد اي بديل ولا يوجد اي خيار، لان هذا المركز الطبي متواضع الامكانيات هو الوحيد الذي لا زال يعمل في شمال قطاع غزه.